ازيكم يا جماعة؟ هنرجع النهاردة لحلقة هل هم طبيعيون، وهنتكلم على واحد معروف جدا وسألتوني ان انا اتكلم عنه كتير جدا في الكومنتات، مايك أوهيرن. بغض النظر عن هبدو ان هو واحد طبيعي، احنا ما ينفعش نقول لو هو طبيعي او مش طبيعي من صورة واحدة. انت لازم تفهم ازاي اصلا تقيم واحد ان هو طبيعي ولا لا، لازم تاخدها من اولها خالص وتشوف التقدم بتاعه. لان لو واحد مثلا بيتمرن زيه 30 سنة ولا فوق ال 30 سنة، فاكيد الى حد ما ممكن يبني الجسم اللي هو وصله الى واحدة من السنين طبيعي. يعني 30 سنة برضو زمن كتير، ممكن تعمل حاجات كتيرة، بس الفكرة ان انت ترجع بقى ورا، لان صعب جدا برضو واحد مش بيخش بطولات وموديل وعنده اللايف ستايل بتاعه اللي هو الخروجات وبتاعه والحفلات، ودايما في كل الحفلات اللي ليها علاقه بالفتنس والسهرات وكل الكلام ده، صعب قوي ان انت تلتزم بالحياه دي وفي نفس الوقت تلتزم بان انت شغال صميم في الدايت والتمرين وكل ده لمده 30 سنه عشان تحقق الجسم اللي انت بتقول عليه ان هو طبيعي. يعني فخلينا بقى نرجع من الاول خالص، وانا هبتدي معاكو معايا التليفون اهو، وهنرجع يا معلم من ساعه ما هو كان عنده 17 سنه. فادي اول صوره، اول بطوله ليه كان عنده 17 سنه، فده معناه ان هو كان بيلعب من هو تقريبا عنده 15 سنه، هو دلوقتي عنده 48 سنه. يعني تقريبا الراجل ده بقاله 35 سنه بيتمرن. نفترض ان هو بدا من هو عنده 15 سنه. الصوره دي انا هقول ان هو ممكن يبقى طبيعي، لان في السن ده انت هرموناتك شغاله عالي وكل حاجه فريش، بتكبر بسرعه اول ما بتبتدي، فهنقول ان في الصوره دي طبيعي. تعالى بقى ننط لغايه لما هو تم 20 سنه. لما هو تم 20 سنه هنا في الصوره دي، تحس ان تشكيله جسمه اتغيرت، الكواليتي بتاع العضلات اتغير، بقى في كثافه، بقى في دنسيتي في العضلات. وانا دايما بقول الاسترويدز اول ما بتخش اكتر حاجتين بتكبر الترابيس والكتاف. وهنا الكتاف في فرق كبير، انت تشوف الفرق ما بين الشخص في الكتف قبل وبعد. يعني ممكن واحد هو طبيعي كتفه اوريدي يكون جامد فانت ما تعرفش، بس بعدين لما يجي ياخد بنشاطات تلاقي الكتف الاوريدي الجامد ده اتغير تماما. وادي صوره مثلا بتاعت انا، عشان بتقول تقعدش تقول ان انا بقول ان انا طبيعي، لا 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 لا، بص الفرق على مدى سنين طبعا من الاستخدام وكل الكلام ده. تلاقي الكتف نفسه لو هو كان جامد من الاول فبيبقى حاجه تانية خالص بعد ما تستخدم. فانا شايف ان هنا الكتف فعلا اتغير تغيير جامد ما بين الصوره هو عنده 17 او 20 سنه. بس يا سيدي خلينا نعديها عشان هتفهم ليه الصوره اللي جايه. يعني نفترض ان هو كان طبيعي لغايه دلوقتي، جه 23 دخل بطوله تانية، انا مش شايف فرق قد كده ما بين 20 سنه و 23 سنه. فنقول ان هو في المرحله دي، نفترض يا سيدي ان هو كان benefit of the doubt، يعني هنقوم داخلين بقى في سن 26. بص يا معلم، انت ده كورس بلك، يعني باينه ان رقبتك اصلا اكبر من رقبتي. فرقبتك مع كتافك مع صدرك العالي اللي هو طالع من التيشيرت 100% مليون في المية هو عمل هنا اول كورس بلكن. باينة قوي 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 الترباس، الكتف، الرقبة بالذات الرقبة. فعلى طول كده من اولها هنقول ان هو مش طبيعي. لا مش طبيعي، مايك أوهيرن مش طبيعي، مينفعش يبقى طبيعي بالشكل ده. يعني ممكن الصور اللي فاتت هي برضو بصراحة شكلها مش طبيعي، بس انا بحب ادي الناس حسن الظن. يعني بحب دايما اخلي الناس على نية صافية، يعني نية كويسة، وحاول اقتنع بالحاجة الكويسة اللي هما بيقولوها عن نفسهم الاول قبل ما اظن فيهم او اشك فيهم الناس. فانا كنت قايل ان هما طبيعيين في الصور اللي فاتت، بس 26 سنة لا، انت كده بص انت واضحة قوي. يعني نرجع ل 27 سنة، وقف هرمونات ورجع خس تاني. بعدين سن 29 سنة شكله اتغير تماما برضو، واكتر حاجة باينة ان هي اتغيرت برضو نرجع الكتف والصدر، وهو الترتيب فعلا الصدر برضو من الحاجات اللي بتكبر بعد الكتاف. يعني الكتاف، بعدين عندك الظهر، بعدين الصدر. الدراعات اخر حاجة على فكرة، يعني الدراعات صعبة، بس اللي اصعب كمان الرجلين، بس احنا ايه شغالين upper body بس في الصور دي.
فالصدر متغير تماما من الصوره اللي قبليها وهو عنده 27 سنه. فيعني سنتين، بص لو انت كنت نشفت قوي على نفس الحجم اللي انت عامله كنت اقول لك انت شغال طبيعي. يعني هو عمل الكورس البالك بتاعه وبعدين اشتغل طبيعي لمده سنتين، فكده كنا ممكن نقول ان هو طبيعي. بس المشكله ان هو كبر قوي، يعني صدره كبر جدا وفي نفس الوقت نشف جدا، ودي صعبه قوي تعملها ان انت طبيعي، بالذات بعد ما تعمل كورس اوريدي. فانا دي تاني اكس، تاني اكسايه ان هو ممكن يبقى مش طبيعي. بعدين رجعنا نخش بقى على سن 31، على ما اظن هنا عمل حاجه ليها دعوه بمصارعه مش عارف. بس يا معلم الترباس اصلا الرقبه طارت، بص الرقبه اختفت اصلا يعني، ودي يعني بص مكتوب عليها منشطات، مكتوب عليها، بس مكتوب عليها ايه؟ البشره مكتوب عليها منشطات، الرقبه والكتف مكتوب عليه منشطات، البشره والدراعات الصغيره والشكل المش حلو، يعني فورمته مش زي الصوره اللي قبليها، بتقول ان ده ما كانش ماشي على نظام تمرين او نظام دايت متواظب، وكان بيخرج وبيسهر كتير جدا. وده هو عاده الشكل عموما، بتلاقي الترباس كبر لان اسهل حاجه بتكبر هي والكتف لما بتبتدي تاخد منشطات، فتلاقي ده كبر وكل حاجه بقى شكلها زي الخرع. يعني ده لما تعرف ان واحد مش ماشي على دايت وعمال ياكل يمين وشمال وممكن بيضرب ايه شويه مخدرات كده وسهرات وبتاع وشرب ومش عارف ايه ونسوان وكل الكلام ده. فانا ده برضو ايه زي ما تقول واحد اتنين، ده كده تلت اكس. تلت اكس ما لقيتش صور كتير ما بين 31 والاربعينات، بس دخلنا على سن 43 والراجل اصلا تحول تحويله غريبه قوي. دلوقتي انا عندي 33 سنه، وانا عايز اقول لك ان كل سنه بتبقى اصعب من السنه اللي بعديها، فبتبقى اصعب من السنه اللي قبليها، انا اسف، لان سن بيكبر الميتابوليزم بيبطا. اللي فرق بس ان المصل بيحصل له شويه ماتشوريتي، العضلات بتبقى انضج شويه والشكل بيختلف. بس احنا هنا مش بنتكلم مصل ماتشوريتي يا معلم، احنا هنا بنتكلم ترانسفورميشن من السماء للارض. وانا دي هديها ربع اكس بصراحه، يعني لان النشفان ده صعب ان هو يتجاب طبيعي. بس هقول لك حاجه، شيل الاكس، هنقول ان هو طبيعي. ليه بقى؟ لان في نفس السنه في صوره تانية مش معمول لها اديتنج زي الاولانيه. يعني الاولانيه قلت لك دي ممكن تبقى مش ممكن تبقى طبيعي لان الصوره واضح ان هي فيها فوتوشوب عالي، بس هنا انت شايف درجه النشفان اللي هو فيه. ودي انا بالنسبه لي انا عايز اديها اكس، بس عشان الصوره اللي بعديها، فانا عشان خاطره هو مش هنديها اكس حسن الظن. برضو خش بقى 45 سنه، انت يا عم انت عمال تكبر كل ما بتكبر في السن ولا ايه يا عم؟ انت جسمك عمال يتحسن، انت ورستك ماشيه بالعكس ولا ايه؟ فسن 45 سنه انت هنا بقى تحول تماما، وصدره اصلا اتغير شكل من السماء للارض، وده يا معلم ربع اكس، ده مليون في الميه كورس تاني، كورس كبير. يعني الكورسات التانيه اللي في النص اللي انا وريتها لكم كانت ممكن مثلا تبقى حاجات خفيفه، يعني حاجات تنشيف، بس هنا لا، في شويه تفاهم يعني. وفي نفس السنه عندك الصوره دي مع الاسطوره ريتش بيانا، وطبعا ريتش كان بص يعني ممكن تحلب منه هرمونات يعني، وسينثول وكل الكلام ده. ففكره ان هما الاثنين كانوا اصحاب اصلا، انت تعرف مليون في الميه ان اكيد واحد شخصيته اثرت على الثانيه، واكيد اكيد كان بياخد منشطات في السنه دي. بعدين سن 46 سنه رجع نشف تاني من الفورمه اللي هو عاملها، ممكن يبقى طبيعي ممكن يبقى تي ار تي. انا في رايي ان هو دلوقتي شغال تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، يعني مش شرط ان هو بيعمل كورسات كبيره، بس على الاقل ماشي على الجرعه المينيمم ان هو يحافظ على العضلات وان ما يجيلوش مشاكل صحيه لما ان هو يوقف هرمونات والتستوستيرون عنده ينزل عالي او ينزل تحت قوي. بس ده اخر سن، دي اخر صوره هو عنده 46 سنه، في صور تانية هو عنده 48 سنه بس مش فارقه قوي من الصوره الاخرانيه. وحبيت اخدها من اولها لاخرها عشان ما نحكمش على اخر صوره، لان ممكن اخر صوره واحد يشوفها يقول لا ده بيتمرن 35 سنه فممكن يبقى طبيعي، بس انا حبيت اجيبها لكم من الاول خالص عشان نشوف التغييرات اللي بتحصل.
وطبعا في الاول وفي الاخر لا مش طبيعي. اتمنى الحلقه عجبتكم، بليز اعملوا سبسكرايب وثامز اب، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.